إنجاز جديد بفكر ورؤية متطورة حول الصحراء إلى كيان عالمي، والعشوائية إلى الرقي والتحضر، لتكون مدينة متكاملة للسيارات تقع على طريق العين السخنة، تحديداً عند تقاطع طريق سوق السيارات مع امتداد محور محمد نجيب على مساحة 57 فداناً. عاوزين خدمات لينا هنا، عاوزين نحس إن هنا أحسن من مدينة نصر بكتير. عاوزين نحس بالأمان وإحنا جايين بفلوسنا نشتري عربيات ونبيع عربيات. هتشوفوا إن شاء الله يعني 3 شهور أو 4 شهور حسن هتجدوا مكان. أنا عايز أقول لكم عشان كنت. كانت البداية منذ عام مضى عندما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل سوق السيارات من الحي العاشر بمدينة نصر بسبب الزحام والعشوائية إلى طريق العين السخنة بمنطقة محمية وادي دجلة لإنشاء مدينة عالمية للسيارات وربطها بشبكة الطرق العملاقة الجديدة لسهولة الوصول إليها. ولأن كلمة السر دائماً في الإنجاز هي أمر من الرئيس السيسي وتكليف للهيئة الهندسية، تحول المكان على الفور إلى خلية نحل للخروج بمدينة عالمية تكون واجهة لمصر، تضم منطقة حرة ومنطقة بيع السيارات المستعملة ومنطقة مجمع التوكيلات ومكاتب المرور ومعارض السيارات وباقي الخدمات المقدمة للعميل حتى ينهي جميع إجراءات شراء السيارة قبل الخروج من المدينة. العاصمة تعاني من كثافة مرورية كثيرة، كان من ضمن العبء المروري اللي موجود سوق السيارات القديم في منطقة مدينة نصر، ولذلك كان يعني توجيه القيادة السياسية لابد من نقل هذا السوق إلى منطقة خارج الكتلة السكنية، فتم إنشاء هذا السوق الجديد بهذا الشكل الحضاري الذي ممثل فيه كافة أجهزة الدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع ويتفقد تنفيذ المشروع بنفسه لحظة بلحظة، موجهاً بضرورة إكمال كافة ما تحتاجه المدينة لتكون على أعلى مستوى وإعدادها لتكون مركزاً للتصدير من مصر للعالم عند البدء في إنتاج السيارات الكهربائية المصرية أو أي نوع سيارات أخرى قد تنتجه مصر في الفترة القادمة. والمدينة الجديدة هي نقلة نوعية لشكل الأسواق الحضرية المتكاملة تم تنفيذها بأقصى المعايير العالمية في الجودة، تضم جميع الخدمات الخاصة بقطاع السيارات بداية من طرق عرض المركبات وإجراءات شرائها حتى عمل الصيانة لها وخدمات ما بعد البيع، فتضم 8 ورش صيانة للسيارات، 10 مطاعم وكافتريات، 14 مكتب مرور، 5 مكاتب نيابة عامة، 9 مكاتب للشهر العقاري، 7 مكاتب إدارية، ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى تتسع لعدد 4000 سيارة بالإضافة إلى العديد من ساحات الانتظار، وتحتوي أيضاً على مباني تجارية ومقرات إدارية إلى جانب البنوك ومقرات الشهر العقاري، والتي تساعد على توفير الكثير من السبل للمستخدمين. خدمة جديدة بتقدمها وزارة العدل في هذا المقر، إجراء كافة معاملات التوثيق أياً كانت هذه المعاملات من إدارة السيارات أو عقود بيع السيارات أو استخراج شهادات من محاضر تصديق السيارات، يعمل هذا الفرع على خدمات التوثيق بكافة أنواعها. فهي على سبيل المثال تتيح إنجاز عمليات البيع والشراء بسهولة تامة من خلال منطقة البنوك لإتمام عمليات السحب والإيداع لمنظومة أكثر أماناً، مع تواجد نظام متكامل لكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية. كما تتيح مدينة السيارات توافر مراكز الصيانة لإجراء الفحوصات الدورية والطارئة، بالإضافة إلى أماكن شراء قطع غيار السيارات ومحلات تجارية تشمل الكثير من متطلبات سوق السيارات. ده هيبقى إتاحة كبيرة جداً إن المواطن يبقى مطمئن في السيارة اللي بيتعامل معها، لأن هيبقى معروف يعني هل هي يعني إجراءاتها القانونية سليمة ولا فيها أي مشكلة. في نفس اليوم هتتم جميع الإجراءات الخاصة بحيث إنه يبدأ يومه في نهاية اليوم هيبقى مطمئن تماماً، وهو يعني بعد ما تعامل مع هذه السيارة إن السيارة اللي تعامل معها تحت إطار قانوني سليم. المحافظة هتوفر وسائل انتقال من الميادين العامة لهذا السوق يومياً عشان يسهل انتقال المواطن لهذا السوق الجديد. وهي أيضاً تفتح أفاقاً جديدة لسوق العمل، حيث يرغب العديد من المواطنين لإنجاز العديد من المهام في مكان واحد ولتوفير الوقت والجهد أيضاً، وهذا ما يحرص عليه الرئيس السيسي
خلال كل المشروعات والإنجازات الحديثة.